خلينا لقيت موبايل ينفع يرجعنا تاني لسلسله اقوى وارخص موبايل عند كل شركه. لو انت فاكر السلسله دي، الواحد بقاله كتير ما اتكلمش عن موبايل بمواصفات قويه وسعره يكون قليل. الفتره اللي فاتت الموبايلات كلها فيها متوسطه، كل شركه 3 4 موبايلات في الفئه المتوسطه، فانت تبقى عيني قاعد متزاول اجيب ده ولا ده، كلهم سعرهم قريب من بعض، كلهم حلوين. والله المفروض يعملوا تحديد انتاج زي البني ادمين كده، اللي هو تحديد ناس، كل شركه ليها ليميت، ليها حد. الموضوع بقى اوفر. المهم سيبنا من الكلام ده بقى وتعالى كده اكلمك عن موبايل النهارده. بس وانت بتتفرج اعمل لايك، مش هتدفع في اي حاجه، اللايك ده بيدعمني جدا، بيخلي الفيديو ده بيروح لناس تانية تتفرج عليه. واعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يعني تبقى متابع معايا الفيديوهات اول ما بتنزل او باول، وتبقى حبيبي. طبعا ده تالت فيديو في سلسله اقوى وارخص موبايل عند كل شركه. كنت عملت فيديوهين قبل كده، كنا اتكلمنا عن سامسونج A90 في فيديو قبل كده، وكنا اتكلمنا عن موبايل الشخص اللي انا بستعمله لغايه دلوقتي الريلمي اكس 2 برو. كان كل موبايل فيهم هو ارخص واقوى موبايل عند كل شركه، يعني هي الشركه حاطه فيه كل المواصفات الموجوده حاليا او اقوى المواصفات، بس مخليه لك بسعر يعني على قد الايد شويه. النهارده بقى معانا البوكو اف 2 برو. استنى بس تعالى كده، هو الموبايل هنا اهو عشان ما نقعدش نحور على بعض. انا فاتح الموبايل اوريدي. الموبايل ده عمل ضجه السنه اللي فاتت. ليه بقى؟ كان جايب اقوى مواصفات ب 6000 جنيه. بس كان عاملين غلطه كده ما تختفرش، كان حاطين شاشه مش افضل شاشه، وكان ديزاين الموبايل ما كانش افضل حاجه، بس كان في ناس بتشتريه عشان عايز اقوى اداء، انا عايز اقوى حاجه عندك، وب 6000 جنيه يعني ما تعتبرش فئه عاليه يعني فئه متوسطه. ولكن السنه دي بقى اتعلموا من غلطهم، حاطين لك موبايل ديزاين شيك، اقوى بروسيسور موجود، شاشه بدون حواف، سوبر امولد، يعني بص دلعك. الموبايل شكله ملفت بصراحه، انا بحب جدا الموبايل اللي فيه تاتشات كده لطيفه، زي زرار الباور اللي بلون مختلف. ظهر الموبايل اللي بيبصم من كتر ما هو بيلمع، طبعا من ازاز كورنينج غوريلا 5، والشاشه برده محميه بكورنينج غوريلا 5، فديزاين محترم. الكاميرات بقت في دايره كده وبارزه شويه عن الظهر، بس طبعا الكلام ده بيختفي مع الجراب اللي جاي مع الموبايل في العلبه، وكفر كده بلاستيك جامد، انصحك انك تستخدمه عشان تحمي الكاميرا ده لو انت نويت تجيب الموبايل ده. شيك شاشه بدون حواف، دي من اكتر الترندات اللي عجبتني السنه اللي فاتت. حتى موبايل اللي انا بستعمله ريلمي اكس 2 برو، انا مش متقبل شكل النوتش اللي في النص. بالنسبه لي كنت قابل شويه موضوع البانش هول اللي هي تبقى في ركن كده على الشمال وتكون صغيرة، ماشي بتحسسني برضو للشاشة بدون حواف. النوتش اللي في النص دي بصراحة انا لغاية دلوقتي مش قابلها، ويعني مشتاق لاي موبايل بشاشة بدون حواف. وهنا الشاشة بعيدا عن هي بدون حواف، انت واخد هنا شاشة سوبر اموليد فول اتش دي بلس، بتدعم ال HDR10. شاشة بصراحة حلوة جدا، انا مش محتاج ان انا ارغي فيها فعلا كتير. الشاشة الوانها تحفة، بتقدر تتفرج على محتوى HDR على اليوتيوب. السطوع بتاعها عالي بشكل ملحوظ، انت مش هتقدر اصلا تعلي الموبايل على الاخر، هتلاقي نفسك متضايق لو انت في مكان مقفول، تلاقي نفسك عينك وجعاك، فالسطوع بتاعها عالي قوي. البانل نفسها حلوة، والاسود فيها غامق قوي، مش مجرد رمادي كده، لا اسود اسود. الشاشة ما عليهاش اي ملحوظة غير انها كان لاصلها 90 هرتز، كانت هتبقى حوار. ولكن الموبايل سريع، وده بسبب المعالج. المعالج هنا قوي، سناب دراجون 865. فعلا الموبايل سريع، انت مش هتحس ان الموبايل 60 هرتز. موبايل سريع مقبول، انيميشن ناعمه. صحيح الموبايل بيجي بواجهه ميو اي اللي هي 11 مش 12، بس هو هيجي له 12 في السكه. ويمكن دي ما كانتش افضل واجهه شاومي بالنسبه لي، فيها انيميشن كتير لدرجه ان مش اي بروسيسور يستحملها. عشان كده مثلا موبايلات شاومي في الفئه المتوسطه هتحس بتقطعات السوفت وير شويه، عشان الموبايل فيه بروسيسور فئه متوسطه مش قوي او مش اقوى حاجه، مش هيعرف يداري على تقل النظام او تقل الانيميشن. طبعا ده من كتر الانيميشن اللي ابتدوا يستخدموها. زي ما قلت لك الشاشه حلوه، وحجم الموبايل اصلا ما يعتبرش كبير، هو 6.67%، يعتبر نسبيا كويس. يعني هو لو كبر عن كده كان هيبقى مش هتعرف تتحكم فيه، وخاصه هنا الشاشه بدون حواف، فالحواف ما عملتش اضافه للموبايل، فيا دوبك هو على قد الايد، مسكته كويسه، وانا ايدي صغيره مش كبيره، فانا كنت قادر اتحكم فيه، يعني الموبايل كده في قبضه ايدي. فخلصنا كده كلام على الديزاين والشاشه والانبهار اللي عاجبني وشكل الموبايل ملفت. هنا الموبايل بيجي بقى باعلى حاجه نزل سالي، سناب دراجون 865. النسخه اللي معايا 128 جيجا و6 جيجا رام، وفي نسخه اعلى 256 و8. ذاكره الموبايل بتيجي من نوع يو اف اس 3.0، ذاكره سريعه، وده بيساعد السوفت وير والمعالج ان كل حاجه تلود بسرعه، ما ياخدش وقت وانت بتفتح اي برامج. وهنا فعلا البرامج بتفتح بسرعه جدا، فالموبايل بصراحه ناعم كده في الاستخدام، سلس تحتاجه تلاقيه، سريع. والسرعه بتاعته بتبان من اول ما بتعمل انلوك للموبايل بالبصمه اللي تحت الشاشه، واللي مكانها يعتبر نسبيا بصراحه مناسب. الاول شاومي دايما كانت بتحط البصمه تحت هنا، لكن دلوقتي رفعوها فوق شويه، فده المكان اللي يعني الاقرب لصباعك. بصراحه هنا البصمه شغاله كويس جدا، ده اهم حاجه. يعني انت لو فعلا الموبايل البصمه بتاعته رخمه زي موبايل كده مش هتكلم عليه، هتخليك تكره الموبايل كله. من الاضافات اللي عجبتني الهابتك فيدباك، الموبايل كده بيعمل هزات خفيفه قوي، مثلا زي لما بدوسك كده على زرار الباك او زرار هوم او زرار ريسنت ابس، تكه خفيفه مش زنه مثلا زي الفايبريشن لما حد يرن عليك، لا هي حاجه كده خفيفه قوي ما تضايقش، بالعكس بيحسساني ان الموبايل بيتفاعل معاه، وحسساني ان انا بدوس على فيزيكال بوتن مش مجرد سوفت وير او مش زرار سوفت وير كده على الشاشه. فعاجبني التناغم ما بيني وبين الموبايل
وابتدت شركات كتيره تضيف الموضوع ده، وشاومي خاصه ابتدت تهتم بيه في اكتر من موبايل من بدايه النوت 9S، وده اول موبايل اجرب فيه الخاصيه دي عشان انا مجربتش كل سلسله النوت. انت دلوقتي ما فهمتش المواصفات اللي انا قلتها، يعني ايه معالج قوي، يعني ايه ذاكره سريعه. تعال بقى اجرب لك تجربه الالعاب. تعال كده مثلا ناخد يا سيدي، ناخد ايه مثلا، ببجي. من الحاجات بقى اللي كنت مفتقدها في الموبايل ده بقى الستيريو سبيكر. هنا السماعه مونو وحيده من تحت، ممكن نسيت اقول النقطه دي في البدايه. السماعه صوتها عالي نقي وبيز وكل حاجه، بس ستيريو بقى، اديني حته ستيريو كده حسسني ان الموبايل ده مختلف عن اي موبايل تاني. حطيت لي معالج وهلعب بقى، عايز اسمع ساوند، عايز اتمزج بالصوت. بس سيبك انت بقى هنا تجربه الالعاب، يعني مثلا تعالى نشوف مثلا ببجي. هنا تقدر تشغل على HDR مع اكستريم، مش محتاج اقول مش محتاج اجرب. هنا بص اللعبه فعلا فلويد، يعني ايه النعومه دي، 60 فريم. نزل لنا بوت كام، الله مستعان. نط يا عم، نط عم تنزل متاخر انت كده. اوكي المهم اللعبه شغاله كويس. تعال بقى نجرب فورتنايت. وصلنا كام دلوقتي؟ ما شاء الله 40 دقيقه، احنا لسه 40 واحنا لسه في تجربه الالعاب، ما بالك ما نوصل للنهايه بقى. تعال كده بقى نشوف فورتنايت بتشتغل على اعدادات ايه. هي الكواليتي ايبك، ولكن الفريمات 30 فريم بس اقصى حاجه. المهم تعال نجرب، يعني ماشي هي شغاله كويس وكل حاجه، بس المفروض يبقى اعلى من كده. يعني حتى هنا الفريمات ظاهره لي فوق 30 فريم بس اقصى حاجه. طبعا اللعبة سلسة جدا، مفيش كلام في كده، بس انا مستغرب ليه شغال على 30 بس ومش لاعب. يعني يلا سلام. طبعا الموبايل بقى ظهره دافي شوية من ورا، بس طبعا عشان انا في اوضة حر ومقفولة وسوفت بوكسين وحوار، بلعب لعبتين اتقل من بعض، فده طبيعي ان هو يحسن ان هو يبقى دافي شوية، بس طبعا مش سخن مولع. تجربة الاداء بصراحة ممتعة، تاخد 60 فريم في بابجي. تجربة الصوت بالنسبة لي حلوة ومش حلوة، يعني حلوة عشان الصوت عالي ونقي وفي بيز، وكان ناقصها تكون ستيريو. حاجة كمان تاخد بالك منها ان الموبايل ده مش بيجي فيه مدخل لميموري كارد، فانت تبقى مكتفي على المساحة الداخلية بتاعة الموبايل، فانت شوف انت محتاج 128 ولا جيم 256. بالنسبه لتصوير الموبايل، مبسوط منه ومش مبسوط منه، تعال اقول لك ليه. الكاميرا الاساسيه اللي ورا او الاربع كاميرات، كاميرا اساسيه 64 ميجا بكسل، خلينا نركز على الرقم ده اكتر. معالجه الصور هنا بصراحه ممتازه، وفعلا الصور طالعه شارب قوي من الكاميرا الاساسيه. الصبح في تفاصيل كتير، الوان معقوله، ويمكن انا كنت مش بصور في الطف وقت، فما فيش اي الوان في السماء، فهتلاقي السماء فلات قوي كده. بحب قوي تصوير بالليل، وبحب جدا تصوير مباني وتصوير الانوار كده وانعكاسها على الميه، انا بحب جدا ده. وفعلا الموبايل ده بيطلع صور شارب، عاجبني التصوير بالليل، خاصه بقى لو استخدمت الوضع النايت مود، بيحسن الصور اكتر واكتر. وهي اوريدي طالعه كويس بالكاميرا السيئة، بس بيطلع لك بقى ايه شارب اكتر. في صوره كده تلاقي انعكاس الالوان على الميه، الالوان كده تحس ان الصوره فعلا عاجباك، وكنت حابب ابقى ماشي اصور الموبايل ده. هو مش قاعد معايا كتير، فيا دوبك لحقت اصور بيه شويه. فالكاميرا الخلفيه تصويرها مرضي جدا بالنسبه لي، خاصه ان الموبايل كمجمل سعره مش معدي 500 دولار، هنتكلم في السعر ده كمان شويه، وتعرف هتشتريه منين، فتابع معايا للاخر. كمان عندك بقى الكاميرا بتصور فيديو 4K و8K، وان كان موضوع ال8K ده يعني مش مقنع بالنسبه لي، يعني انا بالنسبه لي هصور ليه 8K على موبايلي؟ اولا مفيش تثبيت صوره معاه، الفيديو بيتهز شويه، تلاقي طبعا الفيديو اتصور مثلا ثانيتين 2 جيجا مثلا ولا حاجه، واكيد مش كده، بس هتلاقي المساحه بتاعته كبيره، مش هتحتاج ان انت تصور بيه كتير. يعني انا بالنسبه لي 4K مرضي جدا، وهنا ال4K شغال كويس جدا، وفي وضع كده بتفعله وضع التثبيت بيثبت الفيديو جدا وخلي الفيديو ثابت. الفيديو ال8K الموبايل بيتهز قوي، جوده الفيديو مش هتحس بيها، وهو مهزوز مهما كان ال12K حتى، وهو مهزوز مش هتحس بالكواليتي بتاعته، لكن 4K كان مرضي وثابت وزي الفل. يعني انا بالنسبه لي اضافه ال 8K يعني مش هتضيف حاجه زياده للموبايل ده بالنسبه لرايي انا. يعني نيجي بقى للحاجات اللي مش عجباني. كاميرا السيلفي، كاميرا السيلفي هنا 20 ميجا بكسل، بصراحه الصبح صورها كويسه
حلوه، مش افضل سكين تون، مش اقوى شاربنس، الصور مش حاده كده ناعمه شويه، بالليل او في اضاءه ضعيفه شويه ما حبيتهاش خالص، صور عاديه جدا يعني زيها زي اي موبايل تاني مش هيفرق كتير. لكن بساعة كاميرا خلفيه صور عاديه، صور بورتريه كمان وضع اللي هو البورتريه، فانا كان عاجبني تجربه التصوير بالكاميرا الخلفيه. لكن الكاميرا السيلفي بالنسبه لي يعني اللي هو تجربه متوسطه عاديه ما فيهاش الواو يعني. في شويه اضافات كده خفيفه، عندك هنا مدخل 3.5 ملي ما استغناوش عنه الحمد لله، عندك مايك كمان عزل الضوضاء فده بيحسن الصوت في المكالمات، عندك كمان الاي ار بلاستر اللي هو بتخليك تستخدم الموبايل كريموت، تتحكم في اي جهاز عندك بريموت بموبايلك بس. في كمان البطاريه والشحن السريع، نسيت اتكلم عنه مش عارف ازاي، بطاريه 4600 ملي امبير تشحن من 0 ل 60% في نص ساعه، بالشحن اللي جاي مع العلبه 30 واط، تسيب كده موبايلك على الشحن لو انت نسيت تشحنه قبل ما تنزل كده، ويا دوبك عقبال ما تلبس تلاقيه شاحن مثلا 40-50%، وده يمكن اكتر حاجه لازم تركز عليها السنه دي، لازم موبايلك يكون فيه شحن سريع. طيب كل الميكس ده بقى يا معلم اللي هو البوكو اف 2 برو عامل كام؟ مورد سعره حوالي 450 دولار، وعندنا في مصر متوفر من خلال هات لي ستور، هتلاقي اللينك تحت الفيديو في الديسكربشن، روح على الموقع واطلب الموبايل هيوصلك لغايه البيت، وسعر الموبايل هنا في مصر 10,000 جنيه. بس يا سيدي كده انا خلصت، قول لي كده رايك في الكومنتات، عجبك الموبايل مش عجبك؟ شايف مثلا اوبشن تاني احسن بال 10,000 جنيه تدفعها؟ وكده انا كنا عملت عليا، فكده باقي اللي عليك ان انت تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، تشترك في القناه، علشان اشوفك على خير الفيديو اللي جاي. سلام.